نجيو لواحد الشاورما بالدجاج. ايه تفضلي. ايه نبدا بالخبز العربي. عندنا في العجينه عندنا ربعه ديال الطحين، ربعه ديال الفينو، عندنا واحد المعلقه كبيره خميره معجونه، عندنا الملح، عندنا واحد المعلقه ديال الزيت، عندنا الماء دافي للعجين. على الطريقة كنعجنو العجينة ديالنا تكون مرخوفة شوية، ونشكلوهم كويرات حتى يخمرو، كنسرحوهم بالدلاك، كنسرحوهم بالدلاك يكونوا رقاق. إيه نخليهم واحد 10 دقائق وعاد نطيبوهم. نمشيو نطرق الشاورما، عندنا نص كيلو ديال الصدر ديال الدجاج نقطع على شكل طولي، عندنا واحد المعلقة ديال المطرد، عندنا جوج عواد قرنفل مدقوقين، عندنا شوية ديال القرفة، عندنا شوية ديال سكنجبيل، عندنا شوية ديال الابزار ابيض، عندنا شوية ديال الكوزة، عندنا الضامة ديال البناء ديال الدجاج، عندنا شوية ديال الزعتر، ورق موسى، وعندنا 4 معالق زيت زيت المائدة. هاد الطريفات ديال الدجاج تنقدوهم في هاد العناصر ونخليهم يباتو في هاد الخليط. عندنا نمشيو للاصوص. عندنا واحد ياغورت طبيعي كريمي، عندنا 6 الحبات ديال الكورنيشون محكوكين، عندنا واحد المعلقة نتاع الخل، عندنا شوية ديال القشدة طارية، وكنخليو هاد لاصوص جانبا. عندنا جوج بصلات مقطعين شرائح طولي على شكل طولي، عندنا الخس، عندنا الفرماس الساندويتش. مفهوم الأخت أنا؟ أي مفهوم. نشوف الطريقة. كنشحروا البصلة مع الدجاج حتى كيطيبوا لينا، كنضيفوا ليهم لاصوص ونخلطوا كل شيء دوك العناصر. في القديم كناخذوا داك الخبز كنديروا عليه الخبز وخليط ديال الدجاج وواحد المربع ديال الفرماج، وكندوزوهم في البانيني كيتشدوا لينا وتنقدموهم بالصحراء. واخا هادو جوج اقتراحات مميزين، يعني كيبغيهم الكبار الصغار، سواء يعني الشاورما ولا اقتراح ديال البيتزا بهذا الشكل اللي قدمتي لنا. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. لا ملكه.